مرحبا، كيفكم؟ أنا اسمي ميرا وأنا طالبة الصف الخامس وأنا عايشة بالأردن. اليوم حبيت أحكي لكم عن أنا مو حابة التعليم عن بعد، فحبيت اليوم أحكي لكم ليش أنا مو حابيته ورأيي. أنا مو حابيته لأنه يعني دائما إنه لازم إنه أشغل الكاميرا وهيك، فتعب يعني، ومو عارفة حياة طبيعية أمتى رح ترجع، يعني من شهر 3 إحنا على هاي الحياة. وكمان إنه يعني الأونلاين إنه حسيته يعني إنه كتير عم بعطونا واجبات إنه أكثر من دوام المدرسة. الدوام المدرسة إن كان يعطونا إنه أخف من هلأ هذا التعليم عن بعد، وإنه المدرسة إنه بتعرف على ناس جداد، بشوف معلماتي، بشوف صحباتي، هيك أجواء صفي حلوة، منتسلى، إنه في بارت تاني إنه نعمل أشياء productive، إنه بدل ما نضل إنه قاعدين على الإلكترونيك، يعني على التليفونات وعلى اللابتوبات وعلى الآيبادات. وكمان هذا إنه بأذي إنه نضل إنه عيننا على التليفون هيك بهذا الموسم الأونلاين، يعني لأنه الأونلاين بناخده على إشي من الإلكترونيك، تليفون، لابتوب هيك. فأنا مو عاجبني هذا الأونلاين، فأنا جاع بالي نداوم هاي السنة وبال2020 يعني.